السلام عليكم أخ أشرف، تسمعوني؟ تفضل معايا. وعليكم السلام. قاسم من العراق. قاسم شيعي ولا سني؟ شيعي. عندك إجابة عن سؤالنا اليوم يا قاسم؟ شنو سؤالكم؟ سؤالنا اليوم، هل يخرج لنا أحد من الشيعة بالأكذوبة الرافضية أن أهل السنة يكرهون أهل البيت، خطبة لأحد مساجد في أي دولة تختارها يسيء إلى أهل بيت النبي ويكون من أهل السنة والجماعة؟ فليتفضل مشكورا نعم. أن يجبنا عن هذا السؤال. إن لم يكن فإذا هي أكذوبة نعم. كبرى كذبها نعم. الشيعة، ثم صدقوها، ثم سطروها، ثم تناولوها، أحسن. ثم نشروها. تفضل. نعم أحسن. في بداية القول، الله أمرنا بحب أهل البيت، وقل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهذا شيء واجب على كل مسلم ومسلمة يتبع الله ورسوله ويتبع القرآن، صحيح أم لا؟ كمل يا أستاذ، تفضل. نعم. الآن أنت شنو فائدة حبك لأهل البيت وأنت تحب أعداء أهل البيت؟ يعني إيه أحب أعداء أهل البيت؟ يعني ما هو حب أعداء أهل البيت؟ من هم أعداء نعم. أهل البيت؟ أولهم، أنا ما أريد أن أذكر أسماء، لكن أولهم أبا بكر. كيف عاد أبي بكر أهل البيت؟ تفضل. عندكم رواية في صحيح البخاري أن السيدة الزهراء غضبت على أبي بكر إلى أن ماتت. غضبت عليه إلى أن ماتت؟ ما تجيب لي كده رواية تقول إنها نعم. غضبت عليه. مفيش رواية عندنا تقول غضبت عليه إلى أن ماتت دي. نعم، أعطيني فرصة. أديك فرصتين، ثلاث فرص، أربع فرص، لكن الفرصة الخامسة لا، نعم. تطرد من الماتش على طول. في صحيح بخاري. أيوة اقرأ. نعم. صحيح بخاري الجزء الخامس صفحة 82. تمام. الصوت في ونة؟ أي صوت، المتصل ولا صوتي؟ تفضل. نعم، في الجزء الخامس صفحة 82. فأبى أبو بكر أن يدفع لفاطمة منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر فهجرته فلم تتكلم. ده موجود كده في صحيح البخاري، فوجدت فاطمة على أبي بكر. نعم. طب ما تقرأ النص من البداية، الحديث من البداية فاطمة كده، طالما فاتح صحيح البخاري. أنا طلع لك أشعر من الكتاب. تفضل استاذ. نعم. نعم. عن عائشة أنها قالت أن فاطمة بنت رسول الله سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة الرسول أن يقسمها ميراثها، ما ترك رسول الله مما أفاءه الله عليه، فقال أبا بكر أن رسول الله قال لا نورث ما تركناه صدقة، فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تسهل مهاجرته حتى توفي. ممتاز. يعني ما فيش فغضبت على أبي بكر دي أستاذنا الفاضل يعني في الرواية. لا أخي اسمعني بس، الله يستر حالك، اسمعني بس. نعم. سيبتك تتكلم أستاذنا الفاضل. إذا هنتعامل بميزان الشيعة في هذا القول، أن لا يوجد عند أهل السنة من يسب أهل البيت أو القاعدة، صح كده؟ حضرتك التزمت بيها. ماكو أحد يسب. نعم. ممتاز. ومن سب أهل البيت يخرج عن الإسلام. ممتاز أستاذنا الفاضل. الآن إحنا بصدد أستاذ قاسم القول بأن موالاة عدو أهل البيت هو إساءة لأهل البيت، بأي ميزان؟ أنا لا أعلم. يعني بأي ميزان وهذا وضعه الشيعة الاثنى عشرية أنا لا أعلم. أما قولك إنها غضبت أو وجدت أو لم تكلمه، تمام؟ أين هنا أبي بكر؟ يعني ده السؤال المفصلي. أين هنا أبي بكر يعني أساء أو طعن أو حارب أهل البيت؟ هو ده في السؤال. أبي بكر كل ما فعله إنه نقل نفس الكلام الذي يعرفه علي بن أبي طالب. نعم. اسمعني بس يا استاذ، اكمل الكلام. يبقى ابي بكر قال نفس كمل. الكلام لا. اللي قاله علي بن ابي طالب. هل يحق لفاطمه ان تغضب من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعلمه زوجها علي؟
نعم او لا؟ اتكلم بس رد عليها سريعا، قولي نعم او لا. هل يحق لفاطمة نعم ان تغضب من تشريع النبي اللي هو قال ابو بكر؟ ابو بكر ما قالش لا مالكيش عندي فدك، قال قال رسول الله نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ده اسمه تشريع النبي هو صح؟ نعم. هل يحق لفاطمة ان تغضب من تشريع النبي هذا الذي يعلمه ايضا زوجها علي بن ابي طالب؟ نعم او لا؟ اولا في سياق الكلام اللي بديت فيه انت قلت كيف يعني اذا انا احب اهل البيت واحب اعدائهم هذا ما معناه انا جاوبني على قدر سؤالي استاذ الفاضل عشان نشوف هنا في اصلا من ابي بكر اصلا مخالفه نعم ام لا. ما احنا نحل موضوع موضوع، حضرتك ما جاوبتنيش. هل يحق لفاطمه ان ايه انا جايك انا جايك جاوبني طب مباشره ثم استرسل تفضل. نعم. ثانيا انت قلت ابا بكر نقل عن رسول الله فكيف فاطمه تغضب من قول رسول الله؟ احسنت. نعم نقل من يقول ان كلام ابا بكر هو منقول عن الرسول؟ ممتاز. جعفر الصادق. جعفر الصادق استاذ اشرف يا استاذ قاسم اسمك سؤالك جميل. استاذ اصبر كمل كلام. اصبر وكمل كلام. اصبر لا عشان بس الناس الجمهور اللي معايا جمهور بسيط زي الاستاذ قاسم بيقول لي وما الدليل ان الذي قاله ابي بكر هو ما نقله رسول الله؟ كلامه جميل. فقلت له جعفر الصادق عندك امام معصوم منصب كما يدعي الشيعة الاثني عشر قال نفس كلام ابو بكر ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه بقول حديث فيه تمام وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم. الان استاذ الفاضل نفس الكلام مسطر في كتب الشيعة بأحاديث الشيعة بنفس كلام أبي بكر لا نورث درارا ولا درهما وهنا لا نورث. أستاذ الفاضل إذن غضب فاطمة من تشريع النبي على حق أم على باطل؟ نعم أجب لا أتكلم عم أتكلم بس أجبني. نعم استاذ انت اولا ما خليتنا اتكلم اكمل كلام. تفضل الان من يقول تاني ان ابا بكر تاني اتى هذا النص من رسول الله فهناك نقيض له بالقران الكريم وورث سليمان داود فهبي من لدنك وليا. يا استاذ اصبروا علي بس الله يصلح حال ابوك. يا استاذ اصبر انت سالت سؤال واجبتك. حضرتك فهمت اجابتي اولا عن قول جعفر الصادق؟ نعم. وما دي زي بتطلب بتقول لي كيف نقول هذا؟ يعني ايه عايز افهم؟ نعم خليني اكمل رجاء. يا استاذ الفاضل الله يرحم ابوك كان حيا ولا ميتا ويهديه الى الحق. نعم. ويهديك الى الحق. نعم. اسمعني بس. نعم. انا راح اجاوبك انا راح اجاوب عن قول الامام الصادق تمام؟ لا حضرتك الان قول لي قول الامام الصادق صدورا ام باطل؟ نعم. ساتكلم. فضل. هناك رواية عن الإمام الصادق ثانية تقول ما عرض كتاب الله فاضرب فيها عرض الحائط. الآن قول الإمام الصادق عرض فإنها الرواية ضعيفة لأن الرواية تعارض قول الله. طب اصبر بس علي بس استحالة اصبر خليك تتكلم والله بس نقطة نقطة بس عشان برضو الجمهور يفهم. قال الأستاذ قاسم نعم إن رواية جعفر الصادق تعارض القرآن. طب انا هسألك سؤال بسيط جاوبني نعم او لا عشان اعرف هل تمشي بالقاعدة المزاجية ام تمشي بقاعدة جعفر الصادق. هل كل قول قاله الامام يخالف القرآن لا يعمل به نعم او لا؟ مش هسمح لك باكتر من كده. ما يعمل به لان هذا اصل مقول الامام. سؤالي واضح. هل كل قول هل كل قول قاله الامام يعارض القرآن لا يعمل به؟ نعم. هل كل عقيدة تخالف القرآن؟ اسمعني اسمعني هل كل عقيدة يا أستاذ اسمعني يا أستاذ اسمعني هل كل عقيدة تخالف القرآن لا يعمل بها؟ طبعا. حضرتك تؤمن بالعصمة المطلقة أم لا؟ أكيد. كيف والقرآن يعارضها في قول الله لنبيه تمام غفر الله لك وفي آية أخرى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تمام وقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى. يعني حضرتك الآن
كيف ينسى النبي؟ أستاذ الآن أنت غيرت الموضوع. لا لا ورب الكعبة ما غيرت الموضوع. تؤمن بالعصمة كيف وهي تعارض آيات القرآن؟ اصبر. ثانيا زوجة المتعة كيف لا ترث والزوجة في القرآن ترث؟ انت اولا هسه غيرت الموضوع. انا ما غيرتش، انا بلزمك بالقاعده الاول عشان اشوفك انت مطاطي مزاجي ولا اشوفك هتلتزم بالقاعده. اصبر عليا اصبر عليا اصبر عليا، انا ما غيرتش مواضيع. انت حطيت قاعده تلزم بها نفسك، افتح انا بقى معاك في الالزام ده اقتلك عقيدتك. انا حر الان. كيف تؤمن بالعصمه المطلقة ويقول الله لنبيه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله؟ الآن والله يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. كيف النبي صلى الله عليه وسلم تم عتابه من الله في آية التحريم؟ اتفضل جاوبني. وانت تؤمن بالعصمة المطلقة؟ نعم. قوله تعالى إنما يريد الله أن يجزع عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية نزلت بحث بأهل البيت. يا حبيب الغالي الله يستحي لك، أنا ما قلتلكش إيه، أنا لم أسألك عن أدلة العصمة. حبيب الغالي حبيب الغالي، هات لي إمام واحد فسر هذه الآية بالعصمة وأنا موافق. أخي ما أحتاج، هي آية واضحة. ما تحتاج، شكرا ليك، عرفت إنك مطاطي. روح نام جنب الحيط. خلاص أنا كده عرفتك. انت مش هناخد معاك حق ولا باطل، هتلف وتدور زي الساعة وزي عقارب الساعة.